السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم مسمى قناة جيمز ستيشن. طبعا جايب لكم التحديث الجديد للعبة رست. طبعا نزلت من كذا يوم اللعبة، فصار بعض الأشخاص يشتكوا من مسج معين. طبعا المسج حتى في هذا التحديث يجي نفس المسج، أحيانا السيرفر ما يدخلك للسيرفر، فحاول كذا سيرفر. على العموم يا شباب، في تحديث جديد. طبعا النسخة اللي قبل شرحته كانت 87، الحين راح تكون 88. خلكم معي يا شباب. طبعا تروح بالوصف وتضغط على تخطى الإعلان بعد 5 ثواني وراح يدخلك لهذه الصفحة. طبعا تحمل من أحد هالروابط. طبعا إذا عندك نظامك 64 بت تحمل من الميجا أو من هنا، إذا عندك اللي هو 32 بت نفس الشيء تختار أي خيار وتحمل وتنسخ الباسورد. طبعا في باسورد لفك الضغط، طبعا مو من عندي هذا، انا هم مسوين كذا ان في باسورد تنسخه. بعد ما تحمل راح يجيك مجلد مضغوط، لما تفك الضغط يعني كذا تبي تفك الضغط راح يقول لك باسورد، تحط الباسورد وتضغط على اوكي. بعد ما تفك الضغط راح يجيك هذا المجلد، تدخل على المجلد. اول خطوه تسويها طبعا تروح لهذا الخيار، كليك بيمين الماوس تروح اخر خيار وتختار اللي هو تشغيل كمسؤول، تضغط على ابلاي اوكي. بعد كذا تجي لهذا الخيار اللامو وتغير هنا البلاير نيم، بس البلاير نيمز هذا مو لازم تغيرهم، بس هنا تحط لك اسم وراح يبين الاسم اللي راح تلعب فيه، وتسوي لك من هنا سيف حفظ. بعد ما تنتهي تروح لهذا المجلد، تدخل المجلد تضغط على هذا الخيار وتسوي. طبعا انا الحين لما تختار هنا اللعبة طبعا رست هذه هي، طبعا انا مسوي انستول خلاص فينيش. انت ما راح يكون عندك، تضغط على هنا انستول يعني مثلا كذا راح احذفه، تروح وتختار رست او رست وتضغط على انستول كذا وراح يتثبت معك، تخرج من الصفحة كذا. بعد كذا تروح للرابط اللي بعده، تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الاعلانات وراح تلاقي نفس الروابط، ما في روابط اخرى، نفس الروابط تستخدمها عشان تدخل اونلاين. خلونا ننسخ الرابط الاول، او سوري السيرفرات، خلونا ننسخ السيرفر الاول، خلوه يفتح. طبعا تتجرب كذا سيرفر شذا، تنسخ السيرفر الاول، انسخ، تروح للعبة تشغل اللعبة كمسؤول. طبعا راح تجيك هذا النافذة، الافضل تحط هذا الخيار هنا وتضغط على بلاي. الحين راح يدخلك للعبة، ننتظر بس لحد ما يدخلنا للعبة. الحين راح يدخلنا للعبة، طبعا تضغط على F1 وتروح وتلصق بالكنترول حرف الفي مع بعض وتضغط على انتر. لاحظوا نفس المسج اللي كانوا فيه اشخاص 3 راسلوني تحت المقطع وكتبوا لي انه يظهر معهم هذه المشكله. روح للسيرفر اللي بعده، هذه المشكله حتى انا معي تظهر، هذه من السيرفر مو مني انا. تنسخ هذا السيرفر، تروح للعبه وتسوي لصق وتضغط انتر وتنتظر. هذا هو يحمل السيرفر. جرب جميع السيرفرات، لا تستعجل، المشكله اللي تظهر معك تظهر بعاني، يعني ما راح اكون انا غير عنك انت، فلا تستعجل. الحين خلوا يحمل الماب جميعه وراح نشوف اللعبه. ننتظر بس شويه يا شباب، الحين راح يبدا يحمل معنا الماب، الحين يجمع الملفات وراح يعطينا حجم الملفات. هذا هو 1885 راح يحملهم، ما راح يتاخر.
الحين راح يدخلنا بعد شوي، الحين يحمل جميع الاشياء اللي في السيرفر. طبعا انا افضل اللعبة الاصلية يا شباب، لان اللعبة المكركة ما تحفظ الليفل حقك، ما تحفظ لعبك، يعني لعبك ما تحفظه، ما ادري يعني كيف تحفظ لعبك قبل، ما ادري في اللعبة كيف الطريقة، ما ادري. انا لعبت من شوي فراح اشوف الحين كم الليفل حقي واصل، نفس الليفل. هو المفروض اول ما تدخل يكون ليفلك واحد، الحين انا اعتقد ليفلي صار يا اثنين يا ثلاثة. خلونا نجرب نشوف. طبعا تضغط على F1، تضغط هنا كلوز، وتروح على الريسباون من هنا. ايوه حفظ لي بياناتي، شكله حفظ اللعب حقي اعتقد السيرفر، او سوري اللي هو ايوه الليفل حقي ثلاثة لو تلاحظوا على اليسار. ايوه حفظ لعبي كامل مثل ما تلاحظوا، السيرفر شغال ما في اي مشاكل يا شباب، السيرفر شغال اوكي اوكي مرة. خلونا نجي هنا ونشوف ايش هذا. اوه شخص، اوف بلا ملابس، والله حصلنا حاجة حلوة وتنفعنا. مثل ما تلاحظوا يا شباب اللعبة شغالة وما فيها اي مشاكل. اتمنى يكون الشرح بسيط وسهل، واتمنى يا شباب ما حد يرسل لي حاجة يعني نفس المشكلة اللي تظهر معي تظهر معك، لا ترسل لي تحت المقطع لاني ما عندي حل لها، انا نفسك نفس المشكلة تطلع. حطوا لايك مفضلة ونشر، واشتركوا اذا مو مشتركين، لان القادم افضل باذن الله. كان معكم اخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن، واشوفكم على خير.